ايه ذنب يهوذا عشان ربنا اختار انه يسلمه؟ مش زيه زي اي تلميذ؟ السؤال ده محيرني من زمان. زيه زي اي تلميذ، ايه ذنبه ان ربنا قال له اللي هيغمز معايا الصفحه هو اللي هيسلمني؟ Okay, the question is for Judas. Why is he's guilty if God chose him to be his betrayer? الله ما اختارهوش انه يبقى هو مسلم. God chose him to be a disciple. الله اختار انه يبقى تلميذ. And he chose to be the disciple that deceived Jesus. ويهوذا اختار انه هو يبقى يخدع المسيح بتسليمه. If you look in the scripture, لو بصيت deceived Jesus before Jesus put the bread in the dish and gave it to him. He had already deceived. خلي بالكم هو خدع يسوع، اتفق مع القاده قبل ما يسوع يقول انت هتسلمني، واعطى له لقمه العيش. Now there's a difference. في فرق هنا. Between God knowing what somebody's going to do in the future. الفرق بين الله بيعرف ان الشخص chose the 12. هو اختار ال 12. He knew that Judas would betray him. هو بيعرف ان يهوذا هيسلمه. He knows the future. لانه هو بيعرف المستقبل. But he didn't make him betray. لكن هو ما خلاهوش يسلمه. Okay. He said he allowed it. He allowed it. هو طبعا سمح. Because he allows every person free will to do what they want. Because he allows every person. لأن الله بيسمح لكل واحد. To either believe in his son. يبيؤمن. Or not believe. أو ما يؤمنش. He doesn't choose. هو ما بيختار لشليك. لكن هي بيسمح لك أنت تختار. So in the end, each person. ففي النهاية على كل شخص. Will get what they desire. بياخد اللي اختاروا، اللي هم عايزين بيختاروا انهم عايزين منفصلين عن الله، يبقى مع الشيطان في بحيرة النار، واللي يختار يبقى مع يسوع بالإيمان بيسوع يحيى معه في الملكوت للأبد. She said he was with Jesus but he deceived Jesus because in his heart is to deny him anyway. She's talking about Judas. Yeah, I don't, I'm just saying Judas decided that he wanted to betray Jesus. هو ما عرفش هو خدع ما خدعش، بيقول لك هو يهوذا قرر انه يخدع وينكر يسوع. Now, I think the reason that he did it. هو بيعتقد السبب اللي هو عمل كده. Is he tried to force Jesus to overthrow the Roman government. بيحاول يقنع يسوع انه يتخلص من الرومان. If Jesus would have done that. لو يسوع كان اتخلص من الرومان. I think he would have followed Jesus. هو احتمال يبقى يؤمن بيسوع بالطريقة دي. لكن بما ان يهوذا عنده خطته هو مش خطة الله، لان ده بالطريقة دي الناس كتير بتفشل، لان بتقول انا عايز ابقى مع الله لكن مش عايز خطة الله. لكن يسوع قال لو انت تبقى معايا نتتبع خطتي ومشيتي انك تؤمن بالابن. لو انت عايز اي ديانة تاني وداي انا بحب الديانة دي، ده اختيارك، لكن ده مش خطة الله، ده خطتك انت. يهوذا كان عنده خطة هو والخطة بتاعته ما فشلت.